متابعين مع الأجواء الحماسية ومع ثنائي جديد، الاستعدادات بأوجة، تمارين المكثفة مطلوبة، والتوفيق بشريك مناسب أمر ضروري. عيسى ناطر شريكته بقلق كبير، خلينا نشوف كيف استقبلها. هلا انا فايت على التريننج روم، بس الغريب اني فتت لحالي. بالرقص ماني خايف من شيء لانه هيدا مهنتي يعني، فانا جاي اقدم مهنتي للجمهور وجمهور ان شاء الله يعجبه. هلا كل تفكيري على مين البارتنر اللي معي. قلبي جنى. بعتقد كان متوقع حيلا بنت بالعالم، بس مش انا هيك حسيت. شو بيك ليه زعلان؟ واني زعلان؟ لا هيك كثير حسيتك. لا بالعكس، هلا مو بارتنر حطيته، انتم حطيتوا منافسين. هي لا ليش؟ نجي انا شخصيه وانا شخصيه، وكل واحد عنده نقاط قوه قويه، فلازم الكل ينتبهوا منه. ديروا بالكم. عيسى جنى. لا هيب هوب. اللحظة اللي قلت لها إنه كل شيء ما يطلع لي هيب هوب فاتت شنطة. So you have me. Are you scared? Yeah. You should be. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, and 5, and 6. Boom! If he stops you. This song is about cheating. So she cheats on him. They have this love-hate relationship. So you're gonna see a lot of crazy moments. You're gonna see a lot of lovely moments where they're dancing together, where they don't like each other. كتير خايف من شانتال عيسى. She's a crazy woman. هايبر طول الوقت، بدك تشتغل، بدك تعيد، عيد، عيد، عيد. No. صعب هو إنه الهيب هوب ستيل، إنه يا عندك إياها يا ما عندك إياها. For hip hop, they need to relax. They're so like this, stiff, very stiff, like hi. How are you doing? كل ما تمكننا اسرع من السبس اللي عم تعطينا اياهم شانتال، كل ما بصير اهين بعدين انه نحط الستيل بقلبه ونحس الموزيك اكثر ونقدر نرخي مثل ما عم تقلنا. بوعد كل المشاهدين انه راح يشوفوا شيء ما شافوه قبل. جايين من الرقص المعاصر، الهيب هوب بالنسبه لهم عالم ثاني. كيف رح يتأقلموا مع رأس الشوارع؟ هل رح ينجحوا جنى يونس وعيسى صالح بهالمهمة؟ لعب عليه العشرة ما يعودش نظرة، ايكو راجل مرة لا بالسبع لا درويش. انت باغي يا باحي ماطر ايكو دم مبارد مارد ساكتي مجال دور خلقي ما يدويش. لعب عليه العشرة ما يعودش نظرة، ايكو راجل مرة لا بالسبع لا يا واحد يكون دمه بارد ساكت في مجامد تغلطي ما يدويش. تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة، يكون راجل مرة لا بالزفع لا درويش. انتي باغي يا واحد يكون دمه باغي يا واحد يكون دم بارد سكتي ما جاب تغلطي ما يدويش. تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر، يكون راجل لون لا لا بالزفع لا ترويش. جنى يونس وعيسى صالح. عيسى يا عيسى ما فيك تعمل هيك بجنى، كثير عم تقسى عليها مش رح نرضى.
عم بيعتذر منا طبعا عيسى. بدنا نشكر اكيد شانتال هيث. You rock girl, that was something. Thank you شانتال. هلا وقت الجد ورأي اللجنة, بتكونوا انتوا تنفستوا ومنبلش مع نالي كريم. انا زعلت منك انك انت طلعتها برا البيت بس طلعتها بعد كده زي بعضه. انتوا الاثنين راقصين ممتازين وكل, بس كل واحد في الحته بتاعته. انت يعني حسيت انكم كنتوا كابل كويس, حسيت بالقصه. يمكن في بعض الحركات كنت حاسه تكونوا ريلاكست اكتر او يعني ما تكونوش تنشن, بس يمكن التنشن ده عشان انتوا قلقانين فهغفرها لكم المره دي. It was good, it was good. Thank you Nelly. Pierre Delaine. عيسى, أنا حبيت هذه الرقصة. You have good energy and musical interpretation. Jenna, your energy was good, but I thought your movements could have been much sharper. And how you say, I loved the story that you brought, your dancing between you. شكراً. Thank you, Pierre. Pierre عم بيقول إنه حب أدائكم, عم بيقول عيسى انه حب ادائه, ولا طبعا لجنى كمان, بس خطواتك كان فيهم يكونوا فيهم دقه اكثر, حب القصه اللي بيناتكم. انا ما كثير حبيت عيسى, بدك تشوف بدك تعوض لنا اياها. ثانك يو بيير. اليسار, هي الغشاشه بالقصه. لا هيدا الشيء نحن ما بنعرفه. اليسار كراكلا, فاجأتوني, كنت قوية, وصلتوا لي فكره الكوريغرافي, وصلتني القصه. عيسى, ما تمثل القصة, كون القصة. يعني في مطاري حسيتك you were overdoing it, لازم تكون انت على التمام بقلب القصة. جنى, كنت منيحة, بدي اياكي تتحدي حالك لأنه كنت منيحة, بس overall thank you. أليسار, شارل ماكريس, هلا معلش, الخيانة أصعب شيء يعني. لحظة في ستيب يعني, برافو سكرت. في ستيب ما شفتها كثير مهمة. خيانة أصعب شيء, وبرافو إنك سكرت الباب بوجهها. لنحكي عن الهيب هوب عيسى. لا 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 لا, بده أكثر طاقة وأكثر حيوية. هيب هوب إتس ستايل, ستايل مش حركات. كول إنك أنت جاي من باك جراوند باليه عم ترقص هيب هوب, كثير منيح, الثياب مساعدينك. جنى, الباونس باونس كثير حلو طالع معك. مش شخص يرقص جاز, حتحضري حالك كثير حلو طالع معك. إيديك فيري كلين. از اول مره بترقص هيب هوب اثنيناتكم, كثير منيح. ثانك يو شارل, حلوين المعنويات. جنى وعيسى, قبل ما تروحوا بدنا نشوف التويتس اللي وصلنا على آت يلا نرقص. اكيد اول تويت لجنى وعيسى من جادج هيب, This is hip hop, هيدا هو الهيب هوب. مهم كثير هالتاني تويت من حداد باتريسيا, جنى وعيسى يور اميزينج كريزي, اكيد قصدها كريزي, مجانين بتعقدوا. ثانك يو جنى وعيسى صالح, يعطيكم العافية. أكيد شفتوا قديش الراقصين عم بيعملوا جهد ويتعبوا, همهم يقنعوا اللجنة ويقنعوكم أنتوا كمان, لأنه ابتداءً من الأسبوع المقبل رح يتكلوا على تصويتكم اللي بيبدأ من الليلة فور انتهاء الحلقة. مزيد من اللوحات والمفاجآت بعد البريك.